أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن مصر تحرص على لعب دور محوري في إطار التعاون مع التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية على مختلف الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بمحور تحقيق التنمية والاستقرار وإعادة الإعمار. وخلال كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الكورية الأفريقية التي تعقد بالعاصمة سول، شددت المشاط على أن العلاقات بين القاهرة وسول تعد مثالا يحتذى به في قوة الروابط الثنائية، حيث قامت الأخيرة بدور بارز في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر. كما لفتت إلى أن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة تبادل الخبرات مع الدول الأفريقية على صعيد مجال البنية التحتية من خلال القطاع الخاص، إذ انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في بناء بنية تحتية حديثة. أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول على أهمية دور أفريقيا في إمدادات المعادن، وعبر عن أمله في تعزيز العلاقات بين الجانبين. وفي ختام فعاليات القمة الكورية الجنوبية الأفريقية للأعمال، أعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن أمله في إقامة شراكة رئيسية في مجال التعدين مع الدول الأفريقية، منوها إلى دور دول القارة في مواجهة مخاطر سلسلة التوريد الناجمة على الأزمات الجيوسياسية. في مواجهة الأزمة العالمية أصبح التضامن والتعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأصبح دور أفريقيا أكثر أهمية نتيجة عدم القدرة على التنبؤ بأحوال سلاسل التوريد العالمية بسبب المخاطر الجيوسياسية. أتمنى إقامة شراكة رئيسية في مجال التعدين مع الدول الأفريقية وتوسيع التعاون متبادل المنفعة في الموارد من خلال شراكات رئيسية في مجال أمن المعادن مع الدول التي تتقاسم نفس القيم. كشفت الحكومة عن بدء صرف دفعة جديدة من دعم المصدرين غدا لمساندتهم في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التي تساعدهم في تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية. أضافت الحكومة أن إجمالي قيمة دعم المصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة خلال السنوات الأربع الأخيرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ حوالي 55 مليار جنيه للمصدرين، ويرتفع إلى 70 مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفورية. تمكنت مصر من التقدم 6 مراكز في مؤشرات الشفافية المالية و16 درجة في مشاركة الجمهور و10 درجات في المساءلة والرقابة على الموازنة، بما يسهم في تحفيز وجذب الاستثمار. أوضحت وزارة المالية أن مصر بتلك القفزات في مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع تتخطى المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة 8 عالميا بعد فرنسا أو أستراليا في مشاركة الجمهور، مشيرة إلى استشهاد التقرير العالمي للموازنة المفتوحة لعام 2023 بالتجربة المصرية في المبادرة الوطنية لنموذج الموازنة التشاركية. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكية، توقعات خفض معدلات الفائدة في سبتمبر المقبل، وصعدت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 53% لتصل إلى 77 دولار و67 سنت للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 57% ليصل إلى 73 دولار و67 سنت للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 97% لتصل إلى $2.30 للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.75% لتسجل نحو $2.68 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهر مسح أن القيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية أثرت على نشاط الأعمال غير النفطية بالإمارات خلال شهر مايو الماضي، مع تسجيل نمو الإنتاج أبطأ وتيرة له. وبلغ مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبل لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل وفق موسمي 55.3 نقطة في مايو، كما تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 60.8 في مايو الماضي.